قناة أصفار ورحلات الدياني ترحب بكم وترجو لكم مشاهدة ممتعة. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. على بركة الله، باتجاه الصحراء المغربية إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقت في رحلة جديدة، أطول رحلة سأقوم بها إن شاء الله تعالى، حيث سأصل إلى الصحراء المغربية، ولما لا تجاوزها بفضل الله وقوته. إذن أفتتح بسم الله وأستعين بالله عز وجل، وأرجو منكم الدعم والمساندة بالدعاء وبالتعليقات التي طبيعة الحال تزيدني شحنة من أجل المضي لتحقيق الأفضل. انطلقت من مدينة سوق السبت في اتجاه وادي العبيد، هذه التي تبعد عن سوق السبت بحوالي 40 كيلومترا، على متن الدراجة الهوائية بطبيعة الحال. في هذه المرة أجر عربة أحمل فيها متاعي، بيتي المتنقل، فيه الفراش وفيه الزاد وفيه كل ما أحتاج إليه خلال هذه الرحلة الطويلة إن شاء الله تعالى. إمداحا واد العبيد، تابعة لتراب أزيلال، إقليم أزيلال بطبيعة الحال يعتبر من أقاليم المترامية الأطراف، والتي سأمر أو اخترت اختراقه لأن طبيعة جباله تعجبني كثيرا، لكنني تفاجأت بمجموعة من المفاجآت التي ستتعرفون عليها معي من خلال هذه السلسلة التي سميتها الطريق إلى دكار، أو الطريق إلى دكار عبر الصحراء المغربية عبر القرقرات إن شاء الله تعالى. إذن عندما تتجاوز واد العبيد بمسافة قليلة جدا، تنعطف يسارا لأنك لا تبتغي قلعة السرغنة أو مراكش، في اتجاه بزو وفي اتجاه فم الجمعة. وجود الدرك بطبيعة الحال لا يسمح بتصوير المدار كاملة. وصلنا إلى بزو. بزو مدينة أو قرية صغيرة أمازيغية، من أجود القرى الأمازيغية بإقليم أزيلال، تتميز بجلابة البزوية، وهذه هي دار جلابة البزوية، من صناعة أو من الصناعات التقليدية الناجحة جدا في هذه القرية الطيبة الأهل، البسيطة التضاريس، معروفون كذلك أهلها بتربية النحل نظرا لوجود نبتة الزقوم بهذا المكان، ومعروفة كذلك بمنتجع بسيط يسمى تامدا. منتجع تامدا الذي سنعرج عليه بطبيعة الحال. إذن فترتفع بزو ب 406 ديال الأمتار عن سطح البحر. تعداد السكاني حوالي 14 أو 15 ألف نسمة، عدد الأسر حوالي 3092 أسرة. إذن وصلنا إلى منتجع تامدا، وهذا الذي يوجد أمامنا. منتجع تامدا كان غزير المياه، لكن نظرا للجفاف الذي تمر منه البلاد فقد تراجع منسوب المياه كثيرا في البحيرة التي كانت غنية أو جمت كثيرة الأسماك، لكن نظرا للتعامل أو بعض السلوكات التي يسلكها بعض الناس من غسل سياراتهم ودراجاتهم وطفطافاتهم
الشيء الذي تسبب في هذا التلوث الذي ترونه. ورغم ذلك فالأطفال لا يجدون بدا من السباحة في هذا المنتجع الصغير، منتجع تامدا. تذكير، منتجع تامدا هذا الذي ترون أمامكم، الذي وفر فرص شغل لكثير من الناس، فإنه يتعرض للتلوث ويتعرض للكثير من الممارسات التي يجب تغييرها. ثم غادرت بزو وتامدا في اتجاه فم الجمعة، بعد المرتفعات الخفيفة لكنها تصعب بفعل ارتفاع درجة الحرارة، ثم إطلالة من هنا على مناطق متاخمة أو حدود بين إقليمي الزلال وقلعة السراغنة. هذا المنظر يكون رائعا خلال فصل الربيع، لأصل بعد ذلك إلى فم الجمعة. القرية الصغيرة فم الجمعة تبعد عن بزو بحوالي 20 كيلومترا، عدد السكان حوالي 10,000 نسمة، وعدد الأسر حوالي 2,000 أسرة. فم الجمعة مركز تجاري قديم جدا. حسب الروايات الشفوية لبعض الشيوخ، كان مركز فم الجمعة أيام اليهود الذين رحلوا عن المركز أواخر الستينيات وبداية السبعينيات مزدهرا، كونهم كانوا يتحكمون في التجارة بالمنطقة، حيث يشترون المنتجات المحلية كالزيت واللوز والعسل ويبيعونها بالدار البيضاء مقابل تزويد إقليم أزلال بكل ما يحتاجه من باقي السلع والمواد الاستهلاكية الأخرى. أما معاملاتهم مع المسلمين وحسب مجموعة من المصادر فقد كانت جيدة، حيث يكتفون بعائد استثماراتهم معهم مثل منحهم الأرض لاستغلالها أو منحهم رؤوس ماشية لتربيتها دون الاستفسار عن كثرتها أو قلتها، حتى في حالة غش المسلمين لهم أو تقليص نصيبهم. بطبيعة الحال وفقا ليونس حماد كاتب فرع المحلي لحزب عدالة والتنمية في هذه المنطقة، فإن جماعة فم الجمعة تعاني مجموعة من المشاكل كغيرها من بعض المناطق الجبلية الأخرى، حيث تصنف مثلها مثل المجلس نفسه ضمن الجماعات التي ليس لها إمكانيات، فهي فقيرة من حيث المداخيل، حيث يمتلئ المركز بالأوساخ عقب التطهير الصلب، والمشكلة ذاتها في حالة تطهير السائل، إذن إشكال في الصرف الصحي. ورغم ذلك فهذه القرية الصغيرة ازدهرت ازدهارا كبيرا مؤخرا، ولعبت مبادرات الأغنياء ومبادرات التنمية البشرية دورا كبيرا في توفير حافلات للنقل المدرسي، وكذلك في مجموعة من المشاريع التي يستفيد منها أبناء المنطقة. ورغم ذلك فإنهم يعتمدون بعض الأشغال دي وبعض الكسيب والزراعات العيشية التي يزرعونها في منطقتهم. ثم جلسنا بعد ذلك جلسة استراحة لتناول الغداء، فالمكان كان حارا جدا، وكان اليوم صعبا وشاقا، ولكن لا بد من الصبر والتحمل. ثم وصلنا وسط هذه المرتفعات الخفيفة في اتجاه منطقة أخرى من المناطق التابعة لإقليم أزيلال، وهي منطقة تنانت. هنا سنلتقي بالطريقة بين دمنات وأزيلال، منطقة تنانت، وهي قرية صغيرة بتراب إقليم أزيلال كذلك، تبعد عن مراكش بحوالي 120 كيلومترا، كما أن تبعد عن شلالات أزود بحوالي 40 كيلومترا، وقد بدأت بفعل استقطابها للساكنة المجاورة
تكبر وأصبحت نقطة ربط بين مراكش وأزيلال ودمنات، ومشهورة ببرج الماء الذي بني منذ 1912 بناه المستعمر الفرنسي، وكانت أول منطقة استعمرت لكونها نقطة استراتيجية تتحكم في معبر طرقي بين الأطلس الكبير والأطلس المتوسط. بطبيعة الحال اللوز والزيتون والسوق الأسبوعي هي ما يميز منطقة تانانت، كما ترون فهي منطقة جميلة بسيطة وطيب أهلها بطبيعة الحال. من هناك إلى سور العز أو الواد الخضر، هذه النقطة تابعة لإقليم قلعة السراغنة. إذن في هذه الطريق إلى دمنات سنعبر إلى إقليم قلعة السراغنة ثم نرجع إلى إقليم أزيلال مرة أخرى. الواد الخضر هو من الأودية التي تمر من إقليم أزيلال، ينبع من ضواحي أيت بوغماز ويصب في تساوت من روافد التساوت. الواد الخضر بطبيعة الحال مبني عليه سد تشواريت، هذه هي القنطرة المبنية فوقه، ويعتبر الواد الخضر المتنفس الوحيد لساكنة المنطقة، حيث يحج إليه حتى أبناء منطقة دمنات التي تبعد عن هنا بحوالي 15 أو 20 كيلومترا أو ربما أكثر. فكما ترون فهناك عدد كبير جدا، وكأنك في شاطئ بحر. ثم وصلنا إلى دمنات. دمنات المدينة العريقة، تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 100 كيلومتر تقريبا، وهي إحدى مدن السفح الشمالي لجبل الأطلس الكبير. وكلمة دمنات بالأمازيغية تعني الأراضي الخصبة، تابعة للتراب الإقليمي لأزيلال، بلدية تنتمي إلى جهة بني ملة الخنيفرة، حوالي 30,000 نسمة حسب إحصاء 2014 بويكيبيديا، عدد الأسر حوالي 6,240 أسرة، وهي ثاني أكبر مدينة في الإقليم من حيث التعداد السكاني بعد أزيلال، وتقع بجوارها إحدى التكوينات الجيولوجية الفريدة، معلمة إيمينيفري التي سنزورها إن شاء الله تعالى، وهي مغارة وجسر طبيعي. فتاريخيا اختلفت الروايات حول تأسيس مدينة دمنات، فهناك من يعتبر أن موسى بن نصير هو الذي بناها في القرن الثامن الميلادي، وذلك قبل تأسيس مدينة مراكش، فالبعض يسمي دمنات بمراكش الصغيرة. ومن معالم دمنات صوامع مساجدها العتيقة وملاحها القديم، الملاح الذي كان يسكنه اليهود، والسور المحيط بها، كما توجد بالمنطقة بصمات الديناصورات بمنطقة إيواريد التي تبعد عنها بحوالي 8 كيلومترات، التي تضم صخورا طينية لا زالت تحتفظ بآثار حوافر الديناصورات بنوعيها اللحمة والعشبة. وقد أحطكم علما بهذا المنتجع في حلقة سابقة. من بين أعلام مدينة دمنات أحمد التوفيق، محمد البصري، أحمد البعناني، ثم الحاج أحمد نجيب الدمناتي. إطلالة بانورامية على دمنات ثم إيمينيفري. وصلنا إلى إيمينيفري، وهي كما قلت لكم جسر طبيعي يبعد عن مدينة دمنات بحوالي 7 كيلومترات، تعود للحين السلموري من فترة الجراسي المبكر من المقياس الزمني الجيولوجي. ينفذ منها واد صغير يسمى وادي تيسيلت، ليشكل قنطرة طبيعية نحتها جريان مياه وسط المغارة على مدار آلاف السنين.
هذه هي المغارة، وفوقها القنطرة التي مررنا منها قبل قليل، التي يسميها الشماليون بالقنطرة دربي. بطبيعة الحال هذه القنطرة عندما تراها من الداخل على شكل خريطة إفريقيا، من جهة الجهة المقابلة لجبال أيت تمليل، عفوا جهة دمنات، ومن الجهة الأخرى يختلف بطبيعة الحال المنظر، حيث ترى على هيئة خريطة المغرب، سبحان الله، وهناك من يقول خريطة لبنان. ومن هنا منظر أو رؤية من الأعلى على الوادي الذي يمر تحت هذه القنطرة الطبيعية، التي بطبيعة الحال تشكلت خلال فترة زمنية طويلة جدا، ملايين السنين، وفيها صواعد وهوابط، وفيها مناظر عجيبة جدا. إذن هذه القنطرة التي ترون حاليا هي التي تمر من فوق إمينيفري. أستودعكم الله، والسلام عليكم.